بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيك وأعضاء نادي المهندسين نادي مهندسي الأردن في كورس البرمافيرا. نكمل مع بعض اليوم. بدنا نشرح قائمة السكيدجولينج ران اللي هي موجودة في التول بار العلوي، اللي هو هاي الأيقونتها، أو من الكيبورد F9. طبعا هاي بنستخدمها إحنا لما نعمل الفيرست ران. طبعا هذا البروجكت اللي احنا كنا شغالين عليه في اخر محاضرة، تمام. واصلا احنا عملنا له ابديت بروجرس، احنا شرحناها ابديت بروجرس على ما اعتقد، شرحنا ابديت بروجرس. طيب خلينا نعمل استيراد. طبعا هذا ما بحتاج، بدي اعمل استيراد للنسخة الاصل اللي احنا عاملينها. وين اللي احنا عاملينها؟ في اللي احنا عاملينها اللي هي لما عملنا في بداية البرنامج، اللي هي عملنا كوبي منها على اساس ان نخليها. الان بدي اعمل منها كوبي كمان، اخلي عندي نسخة احتياطية كوبي واعمل لها بيست، تمام. اوريجينال كوبي. اوكي، انا بدي استخدم هاي. الان بدي اسميها مثلا اللي هي نيو فور كورس. طيب الان على البريمافيرا، تمام. بدي اطلع من هذا البروجكت، او بدي امسح هذا البروجكت، بدي امسح كل البروجكت اللي انا عامله من قائمه بروجكت الكتريكال وورك. كليك رايت عليها، بنعمل لها ايش؟ ديليت. يس، كمان سيفل ديليت، حتى الفيز الاو بي اس بديش اياه كمان ديليت، والفيز 2 بديش اياه ديليت. فالان اصبح عندي البريمافيرا تمام. الان بدي اعمل استيراد لمين؟ بدي اعمل استيراد للنيو كورس اللي هو النسخ الاصل. من قائمة فايل بعمل امبورت، تمام. الصيغة اللي بدي اياها، اللي بدي استورد فيها، هي بريمافيرا بي ام اكس اي ار. نعمل نيكست. الان البروجكت شو اللي بدي اعمل منه سيلكشن، شو اللي بدي اختار من هذا الملف اللي بدي يعمل لي امبورتنج. فبدي اعمل للبروجكت، في هون خيار ريسورسز اونلي او الرول اونلي. ريسورسز اونلي بديش اياها، والرول اونلي بديش اياها. هاي رايح نحكي عنها لاحقا ان شاء الله. بدي البروجكت، بدي اعمل نيكست. الاسم اللي بدي، الملف اللي بدي اعمل له اكسبورتنج، كليك هون، بختار نيو فور كورس، بعمل اوبن، بعمل نيكست. الان هل هو create a new project import action؟ شايفين القائمة هاي، في عندي شيب اسمه import action create a new project. yes. لو ما بدي create a new project، في عندي ignore this project، يعني انه تجاهل هذا الاشي. لا، انا بدي create a new project لانه احنا عندنا الخانة فاضية. طبعا matching importing بديش EBS، ما بديش، بعمل next. Please click on the import field to select an EBS for all import projects that will be used to create a new project. إذا شرط البروجكت، شرط أي importing يكون في عندي إيش؟ Enterprise Project Structure. طيب نشوف هل في عندنا Enterprise جديد. ما عندناش، بدنا نروح نعمل Enterprise قبل الـ importing. من وين؟ من قائمة Enterprise، بروح بختار إيش؟ EBS Enterprise Project Structure، وبعمل Add. بعمل add اللي هو new، نسميه new structure ال EBS، او عفوا خلينا ال ID نعطيه رقم 1. EBS name نعمله structure. ونعمل closing. بعدها نعمل file import next بنفس الخطوات. project only project new for course. بعد next، الان لاحظوا انه عرف لي بهاي القائمه الاي بي اس. اذا شرط اي project يكون في عندي اي بي اس. نعمل next. الان update project object option، نخليها نفس الديفولت configuration. next. الان بعمل finish close. الان استورد لي اياه، لاحظوا انه نزل لي البرنامج، او نزل الامبورتنج. وين نزل لي اياه؟ في اللي اوت بروجكت، او نزل لي اياه في الانتربرايز في الاي بي اس. الان اوبن، كليك على البروجكت نفسه، اوبن بروجكت.
تظهر عندي قائمة الاكتيفيتي. لاحظوا قائمة الاكتيفيتي بدون اي ابديتنج، بدون اي فيرست، بدون ابديتنج. الان بدنا نشرح قائمة الفيرست ابديت، عفوا اللي هو السكيدجولينج. الان من قائمة السكيدجول، مش انا دخلت هاي القيم، اي تعديلات بدي اعمل رن في عندي. اول سكيدجول بعمله بعد ادخال الاكتيفيتي هو اسمه فيرست رن. فيرست رن، الفيرست رن بكون هو الداتا ديت اللي هو بداية المشروع. لكن اي رن بعد اي تعديل هو مش فيرست رن، وانما هو سكيدجولينج، سموه سكيدجولينج فيرست رن سكيدجولينج فيرست رن. لكن الداتا ديت بيكون تاريخ اللي انت عملت فيه رننج. الان لو عملنا سكيدجول نشوف هاي القائمه. لاحظوا انا بدايه المشروع عندي في 19 اوغست، لانه هذا برنامج خلينا نحكي هو على الزيرو، لسه معمول له بس سكيدجول واحد، يعني عاملين له رن واحد. لاحظوا الان هاي القائمه، البروجكت هو السكيدجول، الان الكرنت داتا ديت. الان اذا بغير في الكرنت داتا ديت بعد تاريخ 19/8/2020 ما بقدر اعمل سكيدجول ثاني، ما بقدر اعمل سكيدجول ثاني ايش قبل التاريخ اللي بدي اعمله. مثلا انا عامل تاريخي، انا عامل فيرست ران 19 اوغست 2020. طبعا 19 اوغست 2020 هو بدايه المشروع، هو المشروع اللي عملناه بدايه المشروع. الان انا عملت ران له، الان رجعت عدلت مثلا بالديوريشن، عدلت بالريسورسز، عدلت. الان بدي اعمل رن مره اخرى او سكيدجول مره ثانيه. الان الداتا ديت ما راح تكون بال 19 اوغست، راح تكون بالتاريخ اللي انت عملت فيه السكيدجول. مثلا فيرست رن اتفقنا انه عملنا اول جدوله، اول رننج للبرنامج في 19/8/2020. الان احنا بتاريخ كم؟ 23/8. ب 23/8 رحنا عدلنا. الان هل بتعتقدوا انه الفيرست رن، اذا كنت ما فيرست رن راح يكون ب 19/8؟ لا، راح يكون ايش؟ راح يكون ب 23/8. تمام. الان بعد ما عملت رن ب 23/8 بدي ارجع اعمل رن مثلا ب 21/8، البرنامج ما بيقبل لي، ما بيقبل. الان مثلا لو هي 19 بدايه المشروع، بدي اعمل رن مثلا على 17. لاحظوا لو عملت سكيدجول ما راح اتاثر، لانه اصلا انا عملت رننج ايش؟ قبل تاريخ بدايه المشروع. فالان نرجع، بدي اعمل رن مثلا في تاريخ اليوم الفيرست رن، بدي اعمل رن بتاريخ 23/8، بعمل سيلكت وبعمل ايش؟ سكيدجول. الان عملت سكيدجولينج. لاحظوا في التيبل اللي هون انه بدايه المشروع، انه بدايه الاكسكافيشن حصلها الي مباشره، قلبها لايش؟ ل 23 اوغست، وهي اصلا كانت بايش؟ ب 19 اوغست. فهي هي مشكله ايش؟ الداتا ديت بالسكيدجول، انه الكرنت داتا ديت باخذها على اساس انها بدايه ايش؟ بدايه المشروع او بدايه اول اكتيفيتي، وبالتالي هون في مشكله عندي. هاي المشكله احنا بنتغلب عليها بشيء بسموه اكتوال. فصارت عندي المشكله انه انا عندي الاكسكافيشن هو اصلا مبلش متى؟ مبلش عندي ب 19، فكيف انت لما عملت له رن بتاريخ اليوم اخذت اليوم؟ لا، انا بدي اروح على خصائص الاكسكافيشن، تمام؟ على خصائص الاكسكافيشن، في عندي بالستيتس تبعه تحت هون، في عندي هون ستارتد. انا لو عملت تشيك بيظهر عندي ايش؟ ايه؟ اكتوال، وبخليها ايش؟ ل 19. شو معناها؟ معناها الاكتوال ستارت له، هو متى كان؟ متى كان ب 19/8/2020. فانت التاريخ اللي عملت فيه 23 اوغست هو لا يعني بداية الاكتيفيتي، فأصبح معادلة أو أصبح هذا علاج لمشكلة السكيدجولينج أو الداتا دي. طيب كيف ممكن نحل إذا كانت عندي هاي المشكلة؟ كيف ممكن نحلها؟ أو ليش نعمل؟ أنا في العادة بستخدم السكيدجول، هذا الزر السكيدجول أو F9 بستخدمه فقط للفيرست ران. يعني أول ما خلصت إدخال العلاقات بدي أعمل أول سكيدجول، بعمل إيش؟ F9. انتهينا، تمام؟ انتهينا. الآن إذا بدي أرجع أعمل سكيدجول وأعمل تغييرات، ما بغير الداتا ديت، كرنت داتا ديت ما بغيره. هيك بتجنب هاي المشكلة اللي صارت، وفيما لو أخطأت وصارت عندي مشكلة، ما هي هذا هو علاج. الآن مثلا لو عملنا داتا ديت في 19 الشهر، نعمل سكيدجول، تمام؟ رجع إلى المشروع. الآن
لو عملنا اني اشيل الاكتيفيتي ايه، لاحظوا انه انا كنت اصلا حاطه اكتوال. لاحظوا انه الان حتى لو عمل لي سكيدولينج في 19 ما زال تاريخ بدايه الاكتيفيتي هو ايش السكيدول اللي عملنا، تمام؟ فانا برجعها على اكتوال، بعملها على 19، وهيك انا عملت ايش، وبعمل رن بتاريخ اليوم 23/2 بعمل سكيدول اوكي. الان حصلت 12، الان هذا الاكتيفيتي 19 الشهر بلش 19/8 هو اكتوال، بما انه انا عملت سكيدولينج بالكرنت داتا ديت، والكرنت داتا ديت اللي عندي اللي عملته لا يساوي ايش، لا يساوي تاريخ بدايه المشروع. نتعرف على القائمه، لو رحنا بدي اعدل في قائمه السكيدول وحسابات السكيدولينج بدي العب فيهم، فانا عندي شيء اسمه اوبشن. الاوبشن بيطلع لي هاي البوب اب منيو اسمه سكيدول اوبشن، في عندي تو تاب جنرال وادفانس. الجنرال فيها اول شيء اجنور ريليشن شيب تو اند فروم اذر بروجكت، هاي اللي هي كيفيه عمل او حسابات او اللوجيك في اثناء عمل السكيدولينج. لاحظوا انا عندي ايش عندي اول شيء اجنور ريليشن شيب to and from other project، يعني انه اذا فيك عندي اي ارتباطات هذا ما بين هذا المشروع مشاريع اخرى، هل اعمل لها تجاهل في حساباتي ولا اربطها؟ اذا عملت تشيك بربطها، هيك بربط مع اي مشروع تابع له هذا المشروع. واذا عملت ان تشيك فبتجاهل الا اي ريليشن شيب. ميك اوبن اندد اكتيفيتي كريتيكال، شو معناها؟ معناها انه مده نهايه المشروع اللي عندي، يعني اذا صار في عندي باث Critical Activity هذا موجود على Critical Path، فأنا مش شرط يكون عندي إذا بعمل check Make Open Ended Activities Critical، معناها إنه مش شرط إنه يكون الباث مغلق. إذا عملت Uncheck لا شرط يكون مغلق. Use Expected Finish Date، هاي إنه أثناء Scheduling في حساباتك ظهر لي الوقت المتوقع أو التاريخ المتوقع. Schedule Automatically When a Change Affect Dates، إذا أنا غيرت، إذا عملت تشيك إنه إذا غيرت أي تاريخ مؤثر في المشروع يعمل سكيدولينج، لا بديش إياه، بدي أعمل سكيدولينج مانيوال. ليفل ريسورسز ديورينج سكيدولينج، هاي ليفل ريسورسز إنه في حال كان في عندي أكتيفيتي متأخر وبدي أعمل إله إنه يكون هو كان بيهايند البلانينج سكيدول، يعني إنه كان متأخر عن البرنامج وبدي أعمله وزن البرنامج. فطرق من التكنيك من التكنيكس اللي ممكن استخدمه لعلاج هاي المشكله شيء بسموه ليفل ريسورسز، اللي هي تسويه الموارد. الخيار هذا اذا بعمل عليه تشيك معناها انه اثناء عمليه السكيدولينج او الرن سكيدول انه يعمل لي ليفل ريسورسز. طبعا انا ما بديش اياها لانه انا ما بعرف شو المشاكل اللي عندي في المشروع خصوصا بالفيرست ران. الخيار الأخير هو recalculate assignment cost after scheduling، إنه احسب لي حسابات الكلفة. الآن بخليه أنا اللي بهمني في عملية scheduling مبدئيا هو use expected finish date. الآن في عندي طريقة القائمة الثانية والأوبشن الثاني هي when scheduling progress activity use retained logic progress override actual date. الآن لما أنا أعمل progressing، progressing هو updating، يعني بدي أعمل اني اطلع الابديتنج في اعمل سكيدولينج لغايات الابديتنج وين في المشروع، هل انه استخدم الريتيند لوجيك اللي هي المنطقيه الاكتيفيتي اللي هي باستخدام العلاقات، ولا البروجريس اوفر رايد اللي هي حسب نسب الانجاز الفعليه، ولا الاكتوال ديت اللي هي قبل شوي شرحناها اللي هي بناء على الاكتوال ستارت او الاكتوال فينش. الان كالكوليت ستارت تو ستارت لاج فروم ايرلي ستارت او اكتوال ستارت. الان صار عندي إذا كان في عندي علاقة start to start وكان في lagging start to start lagging، يعني عندي two activity هذول علاقتهم مع بعض start to start بدايتهم مع بعض، لكن بداية الآخر بداية التالي أو بداية السابق بيكون متأخر شوي، معطيه مقدار lagging، تمام؟ فالآن طريقة حسابات هاي العلاقة start to start lag from، أحسبها من early start ولا أحسبها من actual start؟ لا، أنا بما أنه أنا بحكي عن first run فأنا بدي early start. Define critical activity as total float less than or equal to zero. الآن هاي الحسابات إيش؟ هي total float. طبعاً critical path method هي تعتمد على total float. الآن إذا كان total float zero، طبعاً total float شو معادلته؟ early مثلاً early finish ناقص late finish أو early start ناقص late start.
الآن إذا كان زيرو فهو إيش كريتيكال أكتيفيتي، تمام؟ إذا في عندي أي معادلة أخرى أو أي قيمة أخرى ممكن أعتبرها بعد بقدر أحطها هون بعدلها، لكن إحنا مثل ما بنعرف في مواد التخطيط والبرمجة إنه التوتال فلوت لازم يكون إيش زيرو، أو إنه اللونجست باث، اللونجست باث اللي هو أطول مسار، لأنه الكريتيكال أكتيفيتي أنا بطلع منه إيش، بطلع منه أطول مسار، بالتالي بحصل منه المدة الزمنية. المدة الزمنية الآن لا يعني إنه إذا كان الكريتيكال باث، لا يعني طول الكريتيكال باث هو اللونجست باث، تمام؟ فأنا أعطاني خيارين توتال فلوت واللونجست باث. الآن في بس شيء أساسي بدي أحكي لكم إياه، إنه الكريتيكال باث ميثود هو التكنيك الوحيد اللي ضابط معنا لحتى يقدر إلي مدة المشروع. فأنا بخلي توتال فلوت less than or equal to zero، فبخلي هذا الشيء نفس ما هو. لونجست باث إذا عملت عليها تشيك فهو بطنش الكريتيكال باث، بروح بشوف لي أطول مسار في البيرت اللي شرحناه في المحاضرة الأولى والثانية، بروح بيعطيني إيش إنه هذا هو الكريتيكال أكتيفيتي، على أساس إنه كل الأكتيفيتي الواقعات على أطول مسار للأكتيفيتي، فأنا بخليها على التوتال فلوت. عندي هون كالكوليت فلوت بيست أون فينيش ديت. الآن إيتش بروجكت ولا أوبن ذا بروجكت؟ لأن هي معناها إنه الفلوت بيست أون فينيش ديت على التاريخ، إذا كان في عندي مجموعة مشاريع فأنا كل بروجكت لحال ولا على المشاريع المفتوحة عندي، فأنا بخلي كل بروجكت لحال لأنه أنا ما بدي أدخل كل المشاريع مع بعض. compute total float as معادلات التوتال فلوت، finish float اسمه finish float يساوي late finish ناقص الـ early finish، تمام؟ الـ finish float late finish ناقص الـ early finish، start float late start ناقص early start، late start ناقص early start، أو الـ smallest or start and finish float اللي هي معادلة إيش؟ معادلة التوتال فلوت، تمام؟ كاليندر فور سكيدجولينج ريليشن شيب لاج. الآن إذا كان في عندي كاليندر، كان في عندي كاليندر، استخدام الكاليندر هي الاستخدام إيش؟ اللي هي التقويم للأكتيفيتي. فالآن في هاي بحكي عنه في هذا الخيار إنه الكاليندر فور سكيدجولينج ريليشن شيب لاج، إنه في حسابات اللاج هل أخذ بعين الاعتبار السكيدجولينج ولا لا، عفوا الكاليندر ولا لا، أكيد طبعا. فأنا بخليها على أساس أنها السابقة إلى خصوصا اللاك، تمام؟ الآن ما صار عندي أي تغيير. في حال مثلا أنا عجبت الدنيا وخربطت الأمة العربية، ما علي، شايفي أنا عملت تشيك هون وعملت تشيك هون وعملت تشيك مثلا هون وعملت تشيك هون، يعني خربطت، فأنا بدي أرجع الوضع القديم أو الوضع الأصلي ديفولت يس، فبرجع لي ديفولت اللي هي المعطيات القديمة، بعمل كلوز. بعدها إذا أموري أوكي بعمل سكيدول مرة أخرى، اتفقنا؟ فهاي هي موضوع قائمة السكيدول ران. نرجع لمادتنا. قائمة طبعا مشروح فيها بشكل تفصيلي. تمام، بشكل تفصيل. طيب الآن في عندي اللي بدي أحكي عنه اليوم في محاضرة اليوم، خلينا نحكي، في عندي أنواع الأنشطة، بس نشرحها. أنواع الأنشطة طبعا إحنا بنعرف إنه في عندي أنواع أنشطة، لما أنا أدخل مثلا عندي بالجنرال هذا الأكتيفيتي، بالجنرال في عندي اللي هو type of activity، activity type إشارة السهم، في عندي finish milestone، level of effort، resource dependent، start milestone، task dependent، WS summary. الآن شرحهم كل واحد شو معناه. الآن task dependent هو نوع من الأنشطة الذي يتبع التقويم الهام الخاص به ولا يتأثر بتقويم المصادر البشرية. task dependent بمعنى إنه هو activity إله، يعني إله predecessors، إله successors، الكالندر تبعه هو كالندر مفصول، اللي هي الأنشطة أو الأكتيفيتي المشاكل، الأكتيفيتي الطبيعية. مثلا الحفر الإكسكافيشن نوعه هو تاسك ديبندنت، ليش؟ لأنه له كالندر خاص فيه أول نقطة، ثاني إشي له علاقات سابقة وعلاقات لاحقة. الآن شو ما غيرت بأي شيء بالبرنامج لا يتغير، فهم معرفين هون بهاي المادة أنا معرف الأكتيفيتي تايب بناء أو مقارنة مع مين أو بالنسبة للتقاويم، لحتى أن يكون الموضوع مفهوم. الآن اللي بدي أرجع أعرفه من جديد، التاسك ديبندنت هو أكتيفيتي، خلينا نفهم، هو أكتيفيتي إله ساكسيسورز، إله بريديسورز،
يعني له علاقات، ويعتمد كل شيء خاص فيه، وهو مفصول عن ايش؟ عن باقي الريسورسز، مفصول عن باقي الرولز، مفصول عن كل شيء. فالتاسك ديبندنت خلينا نستوعبه ان هو الاكتيف الطبيعي اللي بدي اعرفه عمين على البريمافيرا. إله سكسسورز، إله بريدسورز. ريسورس ديبندنت، ريسورس ديبندنت هذا الاكتيفيتي يعتمد على المصادر. تاسك ديبندنت يعتمد على ايش؟ تنفيذ العمل. تاسك ديبندنت يعتمد على تنفيذ العمل، هيك نفهمهم احسن من التعريف. تاسك ديبندنت هو اكتيفيتي يعتمد على تنفيذ العمل، ريسورس ديبندنت اكتيفيتي يعتمد على المصادر. طيب الانتس ديبندنت شو معناها؟ شو مقارنة تاسك ديبندنت مع ريسورس ديبندنت؟ تاسك ديبندنت معناها هذا الاكتيفيتي في حال مع يعني انا هذا التاسك ديبندنت بيعتمد على الفتره الزمنيه. مثلا الاكسكافيشن، الاكسكافيشن هو حفر. الان كل ما مشى، كل ما مشى بالوقت المفروض يكون في عندي كميه منجزه، صح ولا لا؟ اذا هذا الشيء خاصه فيه بيعتمد على الانجاز وبيعتمد على الديوريشن، تمام؟ اذا له حاله خاصه فيه، هذا هو التاسك ديبندنت. الان الريسورس ديبندنت هذا الاكتيفيتي مرتبط تنفيذه بايش؟ بالمصدر تبعه. بمعنى الان لنفرض انه انا حددت انه الاكسكافيشن الموجود في برنامجي هو تاسك، هو ريسورس ديبندنت، تمام؟ هو ريسورس ديبندنت. الان شو يعني؟ يعني انه هذا الاكتيفيتي هو معتمد اعتماد كلي على الريسورسز. طيب الان لنفرض انه هذا الحفر، هذا الاكسكافيشن الحفر، انا حاط من ضمن الريسورسز تبعه حفار اكسكافيتر. الان اذا الاكسكافيتر عطل معناها الحفر كاكتيفيتي عطل، بالتالي هذا شيء اسمه ريسورس ديبندنت. ريسورس ديبندنت مفهومه في البرنامج، في الجدول او في البلانينج، معناها انه هذا الاكتيفيتي اذا عطل واحد من الريسورسز بيعطل هذا التنفيذ، بيعطل تنفيذ هذا الاكتيفيتي. عكس التاسك ديبندنت، تاسك ديبندنت لو كان في مجموعه مصادر واحد منهم غاب ما بيعطلنيش لانه هو خاص فيه، يعني لازم يمشي لازم يمشي. فهذا هو معنى التاسك ديبندنت والريسورس ديبندنت. ستارت مايلستون، فينيش مايلستون. ستارت مايلستون وفينيش مايلستون كانت في كانوا في اصدار بريمافيرا بي 3 كان شيء اسمه فقط مايلستون. مايلستون هو حدث مهم، هي هايلايتنج فقط لبدايه مرحله ونهايه مرحله. فستارت مايلستون معناها انه بدايه مرحله مهمه، فينيش مايلستون انتهاء مرحلة مهمة. هاي المرحلة قد تكون اكتيفيتي واحد وقد تكون مجموعة اكتيفيتي. WBS summary هو نوع من الأنشطة يمكن عن طريقه إظهار ملخص عن كافة العمليات الموجودة ضمن وحدة WBS. WBS summary بدي أحكي لكم إياه، مش إحنا عملنا work breakdown structure. الآن في الريبورتينج، في الريبورتينج شيء اسمه، رايحين ناخذه لاحقا، شيء اسمه WBS summary، يعني اعمل لي ايش؟ ملخص. هذا الملخص، ملخص بيعتمد على الورك بريك داون ستراكشر، على مجموعه الاكتيفيتي المنظمه او المفككه ضمن مثل ما عملنا في برنامجنا، تمام؟ مثل ما عملنا في برنامجنا. طيب الان هذا هل انه من الضروري انا احطه ولا لا؟ لا طبعا مش ضروري اني احطه، لانه وجوده او عدمه بياثرش. انا اخواني انا بدي اركز لكم بس في امور لحتى ما نتشتت في البلانينج. كل ما خضت بالتفصيل كل ما ضاع الهدف تبع الشغل، كل ما خضت بالتفاصيل كل ما ضاع الهدف تبع الشغل. الآن أنا بدي هيك نتفق على شيء معين. إذا بدي أعمل أي مشروع على البريمافيرا، دائما حط في عيونك، بين عيونك، إنه أنا عندي فقط أنواع الأكتيفيتي تاسك ديبندنت، ممكن أحتاج للريسورس ديبندنت حسب المايلستون، مش ضروري انه يكون موجود، تمام؟ فقط لا غير، فقط لا غير. الان نيجي على الليفل اوف ايفورت. ليفل اوف ايفورت هو نوع من العمليات لاظهار العمليات اليوميه كالاعمال المكتبيه مثلا. يا اخواني الليفل اوف ايفورت كل المراجع اختلفت على تعريفه، كل المراجع اختلفت على تعريفه ليفل اوف ايفورت. لكن التعريف المعتاد هو نوع من العمليات لإظهار العمليات اليومية كالأعمال المكتبية مثلا. طيب بدي أسألكم سؤال، لو رحنا نفذنا، لو اخترنا مثلا إنه activity معين هو level of effort، هو نوع من العمليات لإظهار العمليات اليومية كالأعمال المكتبية. الآن لو رجعنا على البريمافيرا، رحت على مثلا على filling and leveling for landing، وبدل ما هو activity type، بدل ما هو task dependent، عملت level of effort.
ليفل اوف ايفورت، رحت على الستيتس تبعه، رحت على الستيتس تبعه. الان اذا الستيتس تبعه كان، اذا الستيتس تبعه كان مثله مثل التاسك ديبندنت، فانا ليش اتفلسف كمعرف لهذا المفهوم اضع شيء اسمه ليفل اوف ايفورت؟ يا اخواني اساس الليفل اوف ايفورت، اساس الليفل اوف ايفورت، طبعا انا المراجع الاجنبيه لشرح او المانيوال تبع البرمافيرا، الليفل اوف ايفورت لما اشتغلوا مثلا سامبل او اكزامبل او بروجكت على على البرمافيرا بي 6 واستخدموا ليفل اوف ايفورت، كان هدف الليفل اوف ايفورت الغايه منه اعطاء البرايوريتي لعمل ليفلنج للريسورسز. تمام، يعني انا انتقلت من مفهوم ليفل اوف ايفورت اللي احنا بنظهره اللي احنا بنحكيه اللي هو نوع من العمليات لاظهار العمليات اليوميه كالاعمال المكتبيه مثلا، انتقلنا من مفهومه او من هدفه لهدف اخر هو لغايات الليفلنج اوف ريسورس. الان الليفلنج ريسورس ليش انا بحط ليفلنج ايفورت هذا الاكتيفيتي؟ بمعنى مش هو عمل مكتبي يعني هيك، هو تعريفه الان الكل اجمع عليه انه هو نوع من العمليات لاظهار العمليات اليوميه كالاعمال المكتبيه مثلا. ليفل اوف ايفورت هو بدي اعرفه لكم تعريف اخر، وانا عارف انه ممكن بعض المهندسين البلانينج اللي بيتابعوني يعني ما يقتنعوا في تعريفي، لكن رايحين تعرفوه مع الوقت وكيف تستخدموه. ليفل اوف ايفورت هو اذا كان في عندي بندين، واحد منهم احتياطي، بندين او تو اكتيفيتي، احدهم احتياط للاخر، يعني في حال تعطل الاول ممكن ارجع استخدم الثاني، فانا الاحتياطي بحطه ليفل اوف ايفورت وبحط له مصادره. الان اذا بدي اجي اعمل ليفلنج للريسورسز، الليفلنج للريسورسز لما يمشي مع الاكتيفيتي ما راح ياخذ من التاسك ديبندنت، راح ياخذ من الريسورسز تبع الليفل اوف ايفورت. بالتالي بيكون عندي الريسورسز كل واحد مكانها، والان بيكون عندي محاكاه الليفل اوف ريسورس از اكتوال. الان نشوف الماده، الان نحكي عن شيء اسمه constraint. طبعا في أسئلة كثير إنه فترة الكورونا كيف ممكن أعبرها أو كيف ممكن أطبقها بالبريمافيرا. فترة الكورونا كثير مشاريع إنه توقفت في الكورونا. الآن مثلا لنعتبر إنه كورونا، إحنا مشروعنا الآن عملنا الفيرست ران ب 19 أغسطس ومشروعي بينتهي ب 26 أكتوبر 2020. تمام، الآن فترة كورونا في إلها أكثر من فكرة صراحة لعملها أو لعملها على البرمافيرا، لكن اللي بدي أشرحه هسه بدي أشرح طريقتين بسموها suspended resuming، وهي هي طريقة يعني خلينا نحكي الأفضل. suspended resuming هي خاصة بالactivity. الآن لو رحنا على activity excavation على الستيتس تبعه، تمام، بنلاحظ انه في عندي بهاي القائمه في عندي suspend وريزوم. suspend معناها هو تعليق العمل، يعني انا عين الله علي ما شاء الله شغال في هذا في هذا الاكتيفيتي ب 19/8/2020، الان اجت الكورونا لنفرض ما اجت بشهر 3 لنفرض، خلينا نطبقها على مشروعنا مثلا، اجت ب 1/9، اجت ب 1/9 وتم ايقاف العمل. تمام، تم إيقاف العمل. الآن مثلاً بدي أعبر عن إيقاف العمل. الآن كيف بدي أعبر عن إيقاف العمل؟ بروح على هذا الأكتيفيتي، على مجموعة الأكتيفيتي. الآن شو عندي مجموعة الأكتيفيتي اللي تعطلت بهذا الشيء؟ عندي مثلاً هذا الأكتيفيتي تعطل وين؟ 19 أغسطس 2020 وقف عندي في 1/9، فأنا علقت العمل في 1/9. عمل سلكت. الآن حسب المنطق تمام، المفروض تأخيري ينعكس على مدة المشروع. لاحظوا أنا عندي إيش 26 أكتوبر، المفروض مدة المشروع تنزاد. تمام، لأن لو عملنا رن وعملنا سكيجول أو عملنا سكيجول، هل تأثرت مدة المشروع؟ طبعا هون remaining duration، هون صار في عندي خربطة لان انا عاملها ب 23، المفروض ارجع على الاصل، ما فيش مشكلة عادي.
نرجع نستورده من جديد. الآن لما أنا عملت لأن أنا عملت بس خليني أشوف دقيقة شوي edit undo modify activity تمام وأعمل run الآن لاحظوا أنا عندي تأخير أنا بس خليني أرجع أضيفه من جديد. الآن بدي أعبر نرجع نعبر عن فترة كورونا. الآن حكينا مثلا excavation طبعا لاحظوا أنه مدة المشروع مدة المشروع المشروع بينتهي معي في 27/10/2020 27/10/2020. الآن بدي أعبر عن فترة كورونا لنفرض أنه فترة كورونا أجتنا بلشت معنا مثلا بلشت معنا ب 30/8 بلشت معنا ب 30/8. الآن مثلا الإكسكافيشن هل يتأثر؟ نعم، فأنا بعمل شيء اسمه سسبند، بروح بختاره إكسكافيشن. لاحظوا ارجعوا ركزوا معي إنه الفينش ب 27 أكتوبر، لغاية الآن أنا ما كتبت ما عملت لا سسبند ولا ريزومينج. إكسكافيشن بده يوقف مثلا بلش معنا عفوا خلينا نختار مثلا ب 25/8 بلشت كورونا، فانا وقفت الاكسكافيشن في 25/8 فبروح بختار الاكسكافيشن تمام اكتوال ستارت تمام وبختار ب 28 انه وقف معي المشروع عفوا ب 25 وقف معي بلشت كورونا، اذا بلشت كورونا معي ب 25 ايش؟ ب 25/8. طبعا لاحظوا انه الاكسكافيشن هو اصلا كريتيكال اصلا كريتيكال تمام. الان وعملت له رن بتاريخ 19 اوغست عملنا رن، هل تغير شيء؟ لا ما تغير، انا المتوقف وما زالت المده نفس ما هي. لكن ايش لو عملت الان لو عمل انه هذا العمل ايش متوقف وكل باقي الاعمال متوقفه عليه، ما منطقيه الموضوع معناها الاكسكافيشن موقف باقي المشروع معتمد عليه، فاذا باقي المشروع ايش موقف عليه، وخصوصا وخصوصا انه اكتيفيتي الاكسكافيشن هو حرج. اذا نعيد من جديد، كورونا لنفرض انها بلشت معي ب 8 ب 25/8 ب 25/8 بروح على اول اكتيفيتي عندي في المسار الحرج، اول اكتيفيتي في المسار الحرج هل يقع ضمن فتره كورونا ولا لا؟ لنفرض انه يقع تمام مثل الاكسكافيشن، لاحظوا انه بالكريتيكال ريميننج وورك هو كريتيكال اكتيفيتي تمام. الان بسال حالي سؤال، هل الاكسكافيشن كريتيكال اكتيفيتي؟ نعم. هل هو اول اكتيفيتي في الكريتيكال باث؟ نعم. هل يقع ضمن فتره كورونا؟ نعم. الان كيف بدي اوقفه؟ اذا تاريخ ايقافه 25 اوغست تمام، فانا ايش بعمل؟ بعمل سسبند، بعمل سسبند. طبعا اذا ما كان فعال معكو، اذا ما كان فعال معكو، اذا كان معك ما كان معكو ما كان فعال معكو السسبند، فمعناها ليش؟ لان التاريخ الحالي هو اكبر من تاريخ بدايه المشروع او تاريخ الاكتيفيتي، فانا بعمله انه اكتوال ستارت لهذا الاكتيفيتي هو 19/8/2020 بتفعل معي السسبند. الان بالسسبند بروح بحط 25/8 وبعمل سيلكت تمام خلص. شكرا لك، الله يعطيك العافيه، لو عملت رن ما راح تفرق معي اصلا، الامور تمام والوضع طبيعي وما شاء الله عنه. الان انا واقف بستنى ايش؟ بستنى انهم يعطوني ارجع باشر. لاحظوا انه انا اخترت سسبند في ايش؟ سسبند في اول اكتيفيتي موجود على كريتيكال باث تمام، معناها انه المشروع الاساسي او الاكتيفيتي المؤثره اساسا في المشروع هي واقفة لأن كلها بتعتمد على الإكسكافيشن. لاحظوا الآن منطقية الموضوع، أنا الإكسكافيشن وقف عندي ب 25/8، الآن كل الأكتيفيتي اللي وراه موقف. ليش؟ لأنه أصلا موقف الأكتيفيتي الإكسكافيشن. حتى لاحظوا إنه الكاستنج بلايندنج اللي هو الأكتيفيتي الكاستنج بلايندنج هو في لاج ما بينه وبين الإكسكافيشن، لكن مع وجود اللاج لاحظوا إنه بداية الأكتيفيتي 27 لكن أنا وقفت قبل ما أبلش فيه تمام. طيب الآن رجعوا حكوا لي يعني صار عندنا مثلا صرنا بشهر 10 ظليت معطل من 25/8 لو 11 في قالوا لي يلا توكل على الله باشر، بروح على شيء بخلي السسبند وبروح على شيء اسمه الريزوم
وبروح بختار من الكاليندر تاريخ الإعادة مثلا اللي هو 1/10 وبعمل سيلكت. تمام. الآن لاحظوا أنه ما زال مدة المشروع 27 أكتوبر. تمام 27 أكتوبر 27/10. الآن أنا وقفت من 25/8 ل1/10. هل هاي المدة بتنعكس على مدة المشروع؟ وخلينا نشوفه بالسكيدجول، نعمل سكيدجول ونقول له يلا روح. لاحظوا انقلبت عندي الآية ل9 ديسمبر 2020، بمعنى توقفي من 25/8 ل1/10 اللي هي 5 أيام، شهر وخمس أيام، الشهر وخمس أيام انعكس إلي على مدة المشروع كامل. فالآن هذا الدرس أو هاي الفكرة هي لإدخال إيش؟ لإدخال فترة كورونا أو أي تمديدات. لاحظوا في البير تشارت أو عفوا في البار تشارت إن طول الأكتيفيتي هاي المدة الأزرق، الخط الأزرق هو الأكتوال وورك الفعلية، فعليا أنا اللي مشتغله، مش اشتغل لان حتى اكمل تنفيذ العمل متبقي عندي من 27 ل 12 اللي هي ل 12 اكتوبر. الان طول الفتره انا بمعنى هذا البيت معناها انه البار تشارت انه انا بلشت شغل ب 19 لغايه 25 ووقفت، بعدها استأنفت العمل في 1/10، استأنفت العمل في 1/10. فانا الان ايش المتبقي؟ هو المتبقي هو هذه الفتره، فانا برجع وبحسبها. تمام. هاي هي طريقة إيش إني أعمل التمديد تبع كورونا أو أي تمديد تبع كورونا بالذات، لأنه كثير أسئلة حكولي عن سألوني عن تمديدات كورونا. تمديد كورونا أنا وقفت رجعت اشتغلت. طبعا تمديد كورونا أو خلينا نقول حالة كورونا أو حالة الحروب أو حالة الطقس أو خلينا نحكي إجمالا اللي هي بالفدك اسمها الظروف القاهرة، هيك بتتدخل على البرمافيرا، هيك بتتدخل على البريميفيرا. أهم شيء أختار الأكتيفيتي المؤثر، وين أختار الأكتيفيتي المؤثر على المشروع هو موجود على الكريتيكال باث. يعني أنا ما حطيت suspend date في الفورم وورك أند ستيل، ليش؟ لأنه أصلا على الكريتيكال باث هو معتمد كل الاعتماد على الإكسكيفيشن. تمام. فأنا حطيت suspend وين؟ توقف الإكسكيفيشن، لأنه كل الدنيا توقفت وراء، كل الدنيا توقفت وراء. بهيك حالة احنا بنكون غطينا هاي المواضيع، وان شاء الله بنشوفكم في الدرس القادم في افكار ثانية في اشياء جديدة. اتمنى انكم تستفيدوا. اي سؤال او استفسار اتمنى نكون مع بعض، والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.